يا اختي يا حلوة، بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ رد عليا يا حسن. خد عني الواد يا حسن. يدي وجعتني من شلته طول الليل. بسم الله. ما تتلمي يا بنت انت وتقفي وتتكلميني كويس. بس 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 صوتك عالي ليه على الصبح؟ صباح الخير. صباح الخير. امال امي فين؟ انت على امك يا حسن ولا هنفطر من غيرها؟ يا اختي حبيبه امك يا اختي، والله كنت عارفه انك مش هتاكلي لقمه الا وانا هنا. صباح الخير. صباح النور. والله فيك الخير يا حسن انك سميت ابنك على اسم عبد الحكيم، بس ما شاء الله عليه. شبهي مش كده؟ لا شبهك يا واد، ده انت قمر، يا ريته يطلع شبهك. اسم الله اسم الله حبيبي. اللهم العرايس هيفطروا معانا ولا ما عندهمش وقت؟ والله انا سايباهم على راحتهم، وقت ما يجي لهم هواهم يفطروا هيفطروا يا كبريه. الف هنا يا اختي حبيبتي. انت يا كريمه حبيبتي، والله انا مش مصدقه كريمه قاعده معايا هنا في البيت. لو ايه بناتك يا اختي كمان اتجوزوا ولادي، ما شاء الله ما شاء الله، وقاعدين معاهم. امال ايه صح كده؟ الست لازم أن تقعد مطرح ما يقعد جوزها. طبعا. امال ايه؟ والله كويس ان انت فاهمه يا جبريه. اها انا بس بقول لريتال معلش يا اختي تزعليش، مفيده جابت واد هيشكك في كل حاجه. ما تهدي نفسك شويه يا جبريه. والله حبيبتي انا بس عايزه اقول لها يعني، وان شاء الله ان شاء الله كده تقومي بالسلامه وتجيبي لنا انت كمان واد ولا بنت يعني، فيهاش حاجه. بس انا ايه هاخدهم التنين يناموا في حضني عشان يعرفوا ان هم اخوات وكل واحد فيهم يعرف حقه. امال ايه الحق حق؟ هقول ايه؟ كلوا كلوا يا اختي، كلي الف انا يا اخ. هات اخويا هات، هتهننوا شويه. اسم الله اسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قمر قمر. الا قول لي يا حسن، يعني ما بنت كريمه تولد ان شاء الله تجيب واد ولا بنت مش مشكله يعني، بس هتسميه ايه؟ حكم مفيده. خلاص سمت بقى على اسم الغالي. يا هسمي ابني عبد الله يا مرات عمي على اسم ابويا الله يرحمه، عشان كل ما تسمعي اسمه تترحمي عليه. صح، وان شاء الله ربنا هيرحم. هو احنا هنقعد امتى بقى عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه؟ بس بصراحه كده انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين هو مش عمي كان قال ان هو هيدي كل واحد حقه؟ انا عايزه اخد حقي عشان امشي. مش وقت الكلام ده يا شاهد، مش وقته. لا وقته بقى يا ماما. وحضرتك عايزه تقعدي هنا عشان جوزتي حسن لريتال ولا جوزتي زينب لمروان؟ براحتك، انما انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين عشان اجيب من الاخر، البيت ده مش هيهدى ولا النار اللي فيها تهدى الا لما كل واحد ياخد حقه. محدش ليه حاجة غير اللي أبويا يقول عليه. أبويا الوحيد اللي يقول مين ليه ومين عليه، وأي كلام تاني ماليهش لازمة. كلامك في محله يا حسن، مظبوط الكلام ده. هو إيه اللي مظبوط يا ماما؟ لا طبعا مش مظبوط. كل واحد من اللي قاعدين دول ليه حق، واللي متنازل عنه هو حر، إنما أنا لا. وإن كان في علمك بقى يكون بعلمه إيه؟ إجديه عيني عينك بالجسم التركي. الكبير لسه عايش، ما ماتش، مفيش ولا حاجه هتتقسم. وكيف قال ابويا؟ لو اتقسم المال هيصغر والكتير هيقل. انا هدي كل واحد اللي هو عايزه. اما حوار التقسيم ده انسوه خالص، وكلام ابويا وامي هو اللي هيمشي. أمي كانت تقول لي الناس نوعين، ناس طمعانة فينا وناس حسدانة على اللي احنا فيه. قولي لي يا ريتال عايزة الفلوس ليه؟ وانت يا شهد قولوا، انتوا مش عايزين تضيعوا الفلوس بس، انتوا عايزين تضيعوا تعب العيلة دي كلها. انا هفتح شركة لينا كلنا، وهيكون ليكم اسهم فيها، والربح والخسارة علينا كلنا. بس اللي عايز يعمل اي حاجه او يقول تقسيم وغيره ما فيش شيء. واللي عايز يهدم البيت الكبير ده انا هموته، وهموته بيدي، فاهمين؟ هو اللي عايز يخرج من الشركه دي مش على كيفه،
والله ده زي ما يكون المال مالك وانت بتمن علينا بيه. مروان تعال يا مروان. ايوه ادي كل واحد فيهم اللي هو عايزه. تقصد كل واحد ياخد حقه. شاه سيبيها تقول اللي في قلبها يا اختي. محدش ليه انه يتكلم بعد الكبير. خبر ايه يا ريتان؟ هتبص لامك ليه؟ ولا انت فاكره انها تقدر تقول حاجه بعد الكبير ما قال؟ لا حبيبتي تبقي غلطان. لا كده الواحد بقى ابتدى قلبه يقلق. شركة ايه يا استاذ مروان اللي انت عايز تعملها؟ وليه انت اللي تدير كل حاجة مش حسن؟ ولا انت شايف ان حسن لسه صغير ما يقدرش يدير شركة ولا يشوف مصالحنا؟ عايز انت تكوش على كل حاجة ومحدش يقولك تلت التلاتة كام؟ وماله؟ او ماله؟ اخويا الكبير ويعمل اللي هو عايزه وانا مش زيه. هو اللي كان شايل كل حاجة من الاول، يعني عارف الدنيا ماشية كيف، مش حاجة أنا في الآخر وهد اللي عمله عشان كلام خايب زي ده. مش قصدها يا حسن، قصدها يعني يبقى كتفك في كتف أخوك، إيدك في إيده، تبقى سنده وظهره، مش كده يا ريتال؟ لا يا كريمة، قصده عشان هو ده اللي جوه قلبك وقلب بناتك. خلاص خلاص، مش عايز أسمع أي حاجة. لا لازم تسمع، وكمان لازم تعرف ان كريمة كل اللي يهمها انها تاخدك انت واخوك تحت باطها. غلطانة جبرية، لان ولادك زي ولادي ويمكن اكتر شوية. عارفة ليه اكتر؟ عشان حسن هيبقى ابو عيال بنتي، ومروان كمان هيبقى ابو عيال بنتي، يعني حتة مني. فهمتي ولا لسه؟ ما عادش وقته الكلام ده. طول بالك يا حسن. حسن طول بالك؟ بنت انتي قومي من هنا وما تقعديش معانا بدل ما تيجي بطبع الحسن ده في وشك. هتقومي تروحي فين؟ وانت كيف تكلميها كده؟ تكلميها زي ما هي عايزه يا حسن. ايه؟ انت عايز تقارن البنت دي اللي كانت بتشتغل عندكم هنا في البيت ببنت عبد الله؟ هنا مفيش اسياد وعبيد. هنا في اصحاب بيت. والكل هنا واحد. خلاص يا حسن خلاص خلاص، محدش ليه حاجة، والكلام اللي بقوله هو اللي هيتسمع، وكلام أبويا هيكون سيف على رقبينا. اللي عاجبه الكلام أهلا وسهلا، اللي مش عاجبه الباب في وجه جمل. ده أنت بتتحدانا. أتحدى مين؟ خلاص كفاية كل ده عشان عايز أحافظ على أموالنا. كل واحد لو خد اي حاجه هيضيعها، وترجعوا تاني وتقولوا يا ريت اللي حصل مكان. كلام ابويا بس هو اللي هيتنفذ، فاهمين؟ خلص الكلام. ان النهارده لازم تعرفوا ان مروان هو الكبير، واللي يقوله السيف على رقابيكم كلكم، فاهمين؟ وحاج انا فين؟ سيد اخوك يا عمتي؟ خلاص؟ ما عادش في راسك؟ نسيت انه مدفون من غير ما ناخد عزاه؟ نسيتي بنته وحاجها؟ بتدوري على حجك وحج بناتك مش كده؟ تعالي بس يا نادي عايزاكي. تعالي فين؟ البت دي ما تقعدش دقيقة واحدة هنا بعد اللي عملت، اطلعي برا. طب واللي انت عملته؟ واللي ابوك عمله؟ انا مش ناسية وعمري ما هنسى. نادية